السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم على اليوم في هذا الفيديو الجديد. إذا كنتوا أول مرة كتشاهدوا هذه القناة، ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، زر أسود اللي كاين أسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش تبقوا توصلوا دائما بالجديد ديال الموديلات ديال الجلابة والقفطان والجديد ديال الأتواب. واليوم عندنا فيديو جديد غنديروا لكم على التوب ديال الجوهرة، جوهرة حرير، وغنديروا على التليجة. كما كتشوفوا هذا التوب ديال الجوهرة كيجي مطلوق وطيح ورطب، خفيف بارد. كما كتشوفوا الزواقة ديالها كتجي راقية ورائعة، كتجي في القفطان مثلا بغيتي ديرها في القفطان، وكتجي حتى في التكشيطة. يعني جوهرة رطبة حريرية كتجي في القفطان وفي التكشيطة. الثمن ديالها راه كدير 65 درهم المترو، 65 درهم المترو. وبالنسبه للناس ديال الجمله اللي كيبغيو ياخذوا واحد العدد كثير ديال الثوب، راه غادي نقص من الثمن ديال 65 درهم المترو. ما عليكم الا تواصلوا مع مول المحل، غنخلي لكم الرقم ديال التليفون، غتلقوه في صندوق الوصف ولا غتلقوه في اول تعليق. غتلقوا الرقم ديال التليفون ديال مول المحل، يمكن تواصلوا معاه وتفاهموا معاه على الثمن ديال الجمله. بالنسبه للتوصيل، التوصيل راه كيوصلوا لجميع المدن المغربيه فين ما كنتي كتوصلك. الثمن كما قلنا راه 65 درهم المترو، والجمله راه غادي نقص لكم من الثمن. بالنسبه لهاد مول المحل راه كاين في سيدي بنور في دكالة، يعني ما عليكم الا تواصلوا معاه. كما كتشوفوا اللوينات رائعه ديال هاد جوهره، جوهره حريريه كتجي في الجلابه، يمكن ديريها جلابه دو بياس، ديريها قفطان، ديريها تكشيطه، يعني كتجي راقيه في اللبسه ديالها، حريريه مطلوقه وطيحه، واللوينات كلهم راقيين. والثمن راه جد مناسب، 65 درهم المترو، جوهرة حرير. كما قلنا مول المحل راه كاين في سيدي بنور في دكالة، ما عليكم الا تواصلوا معاه. ولا عجبك مثلا بغيتي تاخذي غير شي كوبو من هاد اللوينات، يعني غتواصلي معاه وعطيه العبار اللي بغيتي. مثلا بحال جوهرة راه تقدري ديري فيها هذيك، يكون فيها شي مترو و14 في العرض ديالها. بغيتي ديريها قفطان مثلا كيجيك ايفازي، بغيتي تخدمي بزواق المعلم او ديريه بالروندا، يعني من الاحسن غتاخذي 3 متر و 60. 3 متر و 60 كتجي وافيه، يعني العبار اللي بغيتي كيخرج فيها. اللوينات هما هادو، اي لون عجبك غتسكرينيه وتصيفطيه ليه في الواتساب، وراه غادي يرسلوا لك ان شاء الله. المحل كما قلنا راه كاين في سيدي بنور في دكالة، اللوينات كلهم راقيين ديال هاد الجوهره هذه. الثمن ديالها راه 65 درهم المترو، والتوصيل يعني لجميع المدن المغربيه فين ما كنتي كتوصلك حتى للدار. وبالنسبه للناس ديال الجمله، راه غادي نقسم الثمن ديال 65 درهم المترو. غادي ندوزو دابا للتوب ديال الجوهره او التليجه. كما كتشوف اللوينات ديالها هما هادو، الثمن ديالها راه كدير 60 درهم المترو، كتجي حتى هي في التكاشط، وكتجي في جلالب دو بياس. مثلا كدير هذا في الفوق فوقاني، كيجي على شكل كيمونو من الفوق على شكل ديال سلهام. اللوينات ديالهم هما هادو، كدير 60 درهم، وراه جوهره او تليجه كتجي راقيه في اللبسه ديالها. كنت تخدميها بزواق المعلم، مثلا درتيها في التكشيطه راه كتجي تخدم بزواق المعلم. اللوينات ديالهم هما هادو، كيدير الثمن ديالهم 60 درهم المترو. وبالنسبه للناس ديال الجمله، راه غادي نقص لكم من الثمن ديال 60 درهم المترو. بالنسبه لمول المحل كما قلنا راه كاين في سيدي بنور في دكالة، ما عليكم الا تواصلوا مع مول المحل وتفاهموا على الثمن ديال الجمله. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.